بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، سوف نقدم اليوم الدرس الأول، وهو يتعلق بتقديم مقرر مقياس بنية المادة. هذا المقياس يدرس للطلبة السنة الأولى تكنولوجيا. يقدم مقياس بنية المادة حتى يسمح للطالب اكتساب المعرفة والمفاهيم الأساسية الضرورية في الكيمياء، لا سيما ما تعلق بالمادة ومكوناتها. يصف هذا الموضوع الذرة، الروابط الكيميائية، العناصر الكيميائية من حيث ترتيبها في الجدول الدوري، مع تقدير مستويات الطاقة بما فيها، كما أنه يسمح بتحسين مهارات الطلاب في حل مشاكل الكيمياء. كيف نمشي للفيديو؟ نبرك. أنت كبرت. أولا، الهدف من تدريس هذه الوحدة هو السماح للطالب أن يستعمل قدراته الإدراكية والتخيلية حتى يتمكن من التعرف على واقع المكونات الأساسية للذرة، وبالتالي تركيبة المادة التي بقت لمدة طويلة مجهولة التركيب. السماح للطالب بالتعرف على بنية المادة والتمكن من معرفها من خلال التجارب الاستكشافية التي تدل على وجود المكونات ومقاربة النظريات التي تحكم حركة الإلكترونات في الذرة ومطابقتها للجانب التجريبي، كما تؤسس هذه الوحدة الدراسية لهذا المقياس لأهم مفاهيم النظرة المتطورة والحديثة لبنية الذرة. لذلك فهي تؤكد على الفهم النوعي لهذه الرؤية وتكميم المكونات الأولية للذرة. عند استكمال تدريس وصول هذا المقياس، يجب على الطالب أن يكون قادرا على، بمعنى آخر، أن يتمكن من تذكير بالرؤية الكلاسيكية لتكوين المادة، خاصة تلك المتعلقة بطبيعة الضوء، حتى يدرك التطور الذي حصل في مجال معرفة خصائص المادة وبنية الذرة. ثانيا، وصف الظواهر التي أدت إلى التشكيك في هذه الرؤية الكلاسيكية لعدم قدرتها تفسير بعض من تلك الظواهر. مثال عن تلك الظواهر مثلا هي الفوسفوريسونس إلى فلوريسونس. تقديم طريقة الفهم الجديدة التي توفرها نظرية الكم بعبارات بسيطة ودقيقة. تعريف المفاهيم العامة للدالة الموجية، للمدارات، لدوران الإلكترونات والتوزيع الإلكتروني في الذرة. تقديم مبادئ كيفية ملء الخانات على المدارات للذرات. مناقشة الآثار والعواقب الفيزيائية لمبدأ الاستبعاد لباولي. هذا المبدأ هو يعرف ب لو برانسيب دو باولي. وصف خصائص المدارات الذرية، زوربيتال أتوميك. مناقشة خصائص الدورية للذرات، الكهربية، طاقة التأين، نصف القطر، من خلال توزيعها الإلكتروني، وذلك من خلال الجدول الدوري. يعني نناقش هذه الخصائص أو ندرسها من حيث وجودها في الجدول الدوري.
وصف الروابط الكيميائية بأنواعها باستخدام نماذج مختلفة. الآن سوف نقوم بعرض محتويات كل فصل. الفصل الأول يتعلق بالأساسيات أو المفاهيم الأساسية لبنية الذرة. خصص الفصل الأول للتذكير ببعض المفاهيم الأساسية، الحالات والخصائص الميكروسكوبية الميكروسكوبيك لحالات المادة، والتغيرات في حالات المادة ومفاهيم أخرى منها الذرة، الجزيء، عدد المولات أو ما نسميه بكمية المادة، عدد أفوغادرو، وحدة الكتلة الذرية la masse atomique et la masse والكتلة المولية للذرة وللجزيء. الحجم المولي كما نتطرق إلى قانون الوزن ونعطي لنواع بونديرال ومبدأ حفظ الكتلة. هذا المبدأ دونك للافوازيي سي لو برانسيب دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير، التفاعل الكيميائي والجانب التقديري من حيث النوع والكم للمادة، يعني سون لي زاسبي كاليتاتيف اي كونتيتاتيف. في الفصل الثاني سوف نتعرض إلى المكونات الأساسية للمادة. هنا نلاحظ أنه أو من المهم أن نشير إلى أن الفصل هذا هو عبارة عن تجارب استكشافية للمكونات الأساسية للمادة. C'est ce qu'on appelle la mise en évidence pour donc connaître quels sont les constituants de base de l'atome. يتعامل الفصل الثاني مع المكونات الأساسية للمادة وبالتالي للذرة مع بعض الخصائص الفيزيائية للكتلة والشحنة. في هذا الفصل تم وصف التجارب التي سلطت الضوء على المكونات الرئيسية للمادة، منها الإلكترون، البروتون، والنيوترون، وذلك عن طريق ما نسميه بتجارب كروكس وجي جي تومسون، بيليكون، وجولدنشتاين. ويختم هذا الفصل فيما يتعلق ببنية الذرة بنموذج لروذرفورد والنظائر، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن فصلها طريقها ومدى استقرارها. الفصل الثالث عبارة عن النشاط الإشعاعي التفاعلات النووية. هذا الفصل مخصص للنشاط الإشعاعي الطبيعي التي ينتج عنها إشعاعات من ألفا بيتا وغاما. Ce sont les rayonnements alpha, bêta et gamma. والنشاط الإشعاعي الاصطناعي والتفاعلات النووية وحركة التفكك الإشعاعي. كذلك بعض تطبيقات النشاط الإشعاعي. سوف نتعرض في الفصل الرابع للتركيبة الإلكترونية للذرة. ونتناول القياس الكمي للطاقة في النموذج شبه ذري أو نسميه ازدواجية الضوء الموجي، طيف الضوء إلى الهيدروجين سبكتر للهيدروجين، نماذج كلاسيكية للذرة، وأطياف الأيونات لأشباه الهيدروجينات. دوك سي سبكتر
des ions, de ce qu'on appelle les hydrogénoïdes. يعد هذا الفصل الانتقال إلى النموذج الكيمي للذرة حتى حيث يتم تقديم نظرية ضرورية لوصف دقيق لخصائص الذرة، منها ميكانيك الكم، وهي فرضية لويس دي بروغلي، مع مبدأ اليقين عدم اليقين لهايزنبرغ، ولو نسميه ب برنسيب دانسرتيتود دايزنبرغ، مع ذكر معادلة شرودينجر تكوينات الإلكترونية. دونك ليبوتيز دو دي بروغلي يا اوسي لو برنسيب دانسرتيتود دايزنبرغ ليكواسيون شرودينجر اي لا كونفيغوراسيون دي الكترونيك دونك feront l'objet de ce chapitre. والفصل الخامس التصنيف الدوري للعناصر، حيث يتم وصف مبدأ التصنيف c'est la classification. Donc de manière générale c'est la classification des éléments chimiques dans le tableau périodique. توزيع الجدول الدوري الحديث من حيث دونك تركيبته، من حيث الدور العمود والمجموعات، سي لا كولون لو جروب اي لو سو جروب، والعائلات الكيميائيه لي فامي دونك دي ليمون، وتطور وتتواتر الخصائص الفيزيائية والكيميائية للعناصر، نصف القطر الأيوني، طاقة التأييد، وتقارب الإلكترون والسلبية الكهربائية. إذا تقارب الإلكترون هي ما نسميه بالفرنسية سي لافينيتي إلكترونيك، والسلبية الكهربائية سي الإلكترو نيجاتيفيتي. Donc pour terminer, c'est donc حتى ننهي هذا القياس سوف ندرس الفصل السادس وهو يتعلق بالروابط الكيميائية. الفصل السادس مخصص للروابط الكيميائية التي سوف تعالج فيها روابط كيمياء مختلفة، ومنها الرابطة التساهمية في نظرية لويس، رابطة تساهمية مستقطبة، العزم ثنائي القطب، الطبيعة الأيونية الجزيئية للرابطة، هندسة الجزيئات، نظرية جليبسي أو ما يسمى بتنافر أزواج الإلكترونات لغلاف التكافؤ، أو الرابطة الكيميائية في النموذج الكيمي. كما نتطرق إلى نظرية المدارات الجزيئية ونظرية المدارات من حيث طريقة الدمج الخطي للمدارات الذرية اللي هي الطريقة اللي نسميها لا ميثود دو ال سي ا او لينير كومبينيشن اوف اتوميك اوربيتالز. تكوين وطبيعة الروابط، المخطط الطاقوي للجزيئات، ونظرية التهجين المدارية للذرة. التهجين هي نسميه ب سي ليبريداسيون. كيف نحبس دوكا؟